تعالى وقول تعالى اسمع يا جدع انت، انا لولا ابن خالك صاحبي وصديق عمري انا كنت زماني لفتك من زمان. ان ما تعدفتش وعدفت الابراج الابراج المسخره اللي انت كاتبها انا لا هبقى عليك ولا هبقى على خالك، انت فاهم؟ عمو بلبل كوباية اللبن. وده جواب رقم كام بقى؟ 150. وبرضه ما بعتش اسمه ولا عنواني؟ مش مهم. على قد ما انا كنت مستغربة ان لسه في حد بيبعت جوابات في الزمن اللي احنا فيه ده، لكن واضح انه فعلا بيحب. اسراره بيقول كده. انسان غريب قوي. كلامه زي ما يكون طفل صغير. في نوع من البراءة. ساعات بحس اني اعرفه من زمان. اني سامعة صوته. شايفة نظراته ليا. لدرجة انه بقى جزء مهم قوي من حياتي. بقى خلاص على فكره المدير عايزك ضروري، قال لي هاته حالا دلوقتي. خلاص يا عم بول بنروح له لما خلص ابقى اروح له. طب افرض واحد صحفي دخل عشان ينطي المؤتمر هيعملوا فيه ايه؟ يضربوه ليه بقى؟ احنا ايه في غابه؟ لا 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 ايه اللي لا؟ تعال. لا لا مش عايز. بقول لك تعال. لا لا بقول لك تعال. بشدة يا أخي. طيب أنا هكلمك بعدين. ماشي. سلام. سعيد. لا 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 أنا مش قابل أي صلح خالص ولا أي حاجة، وأقول لخاله على اللي أنت قلته عليه، هتطبق على دماغه دماغ يا ولد، عايزين نفتح صفحة جديدة. ماشي. أيوة كده. أنا فكرت كتير. وتيقنت انك انت عندك حق. ولد عبقري زيك يلزم مكان نظيف، مكان ممتاز عشان يفجر فيه مواهبه الصحفيه. ايه رايك في قسم الحوادث؟ مش ده اللي الناس بتاكل بعض فيه؟ تاكل بعض في ايه؟ دي اشاعات. انت بتصدق؟ انت بتصدق الاشاعات المغرضه دي؟ يا عبيط، انا عايز مصلحتك. الصحفي الناجح، الصحفي الشاطر، الصحفي الدؤوب لازم يشتغل في جميع اقسام الجريده وما يقولش لا. قلت ايه؟ لا لا لما تلوعك. انا عايزك تاخد فرصه انك انت تضرب اكبر قنبله في حياتك الصحفيه. السفير الصيني هيعقد مؤتمر على اعلى مستوى. أنا عايزك تروح بقى وتغطيني هذا المؤتمر بمنتهى الكفاءة، تثبتني إنك من أكثر ومن أشجع الصحفيين اللي عندي هنا في الجريدة. تمام يا فندم. صفا ما فيش Thank you.
صنف ما فيش. الله يبقى يومي بايك لا يومي بايك عليكوا على سنين كيسيو ايه على ملا وشي ها علشان هلاقي وشك شوارع كده. ايه اللي عمل فيك كده يا مني؟ هو اللي عمل فيا كده عمل لي كسوة اللي انت التربية اللي انت بتربيها لي دي. وبعد ايه ده نسيت اقول لك يا ديدي انا شفت جميلة. هي بقى استاذة جميلة دي اللي عمل فيك كده ها؟ لا لا دي كانت مشكلة بيني وبين سيونج بس يلا الله يسامحه. سيونج مين سيونج ده اللي يغيرك ملامحك كده؟ انت ملامحك اتغيرت ملامحك اتغيرت. ما هي ملامحك اتغيرت من اللي انت عاملاها فيا. اصبر سعيد لو كنت بقى سعيد بجد فضل قدامي وريني الاستاذ سيونج ده علشان اقطعه حقبه كده. هو عن سيونج دي كلها افهميني بس يا ديدي افهميني افهميني كل ما في الموضوع اختلاف اللغه بس هو اللي خلاه يتعامل معايا بطريقه سريه بس دي طريقه بتوجع قوي. برضه يا راجل لازم تقول لي عليه من الاول. بس هو ايه هو ايه وبعدين انا قلت لك 100 مره بطلي الانفعالي ده اهو عشان الانفعالي ده مش كويس لنفسك. وبعدين انا شفت جميله وخدت الجواب كمان واديتها جواب واديتها جواب واديتها جواب تلا وشفت جميلة وهي خدت الجواب روح اكتب لها جواب تاني قول لها مثلا ايه انت مصاصة من قلبي جواب المية واحد وخمسين. تفتكر هترد عليا؟ هترد ازاي يعني؟ لا تعرفك ولا تعرف عنوانك. اللعبة بتاعتنا؟ ايه الصوت بتاعتها هي دي؟ مش عارف. هي دي اللي خدت الجواب من صندوق الصبح؟ لا 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 مش هي مش هي. هو ده الصندوق. أيوة. اللي انت حطيت فيه الجواب؟ ايوه هو الصندوق. هي بقى هي. لا مش هي. هو ما ينفعش تتأكد وانا هنا؟ لا انزل يا شيخ حرام عليك. لا حرام عليك انت تعبتيني. انزل مش وقت ضرب دلوقتي انزل. ازاي بس يا انت تعبتيني امشي. طيب نازل ايه التركيبه دي؟ فتح وكيل الله هنلاقيها منك ولا من عربيتك. انا هو فوق انت ايه اللي طلعك كده يا استاذ سعيد فوق؟ القطه اللي حواليك دي. انا مليون مره قلت لك ان ده حيوان اليف ما بتزيش. ما بتزيش ايه؟ تعرف تقولي انها بتنقل؟ ربنا يستر على وليانا. Thank you.
يا حيوان. عايز اعرف مين اللي كتب. تكونش العفاريت؟ عفاريت خلاص ما بلاش يعيش على الارض خالص. تكونش القطة؟ لا 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 القطة دي انت هتتجنن، ما تطولش المراية. ماذا انا متضايق ليه؟ مش انا اسمي سعيد الحيوان وبينزل في كل الجرايد؟ اكيد اللي بيكتب لي يا حيوان ده عايز يفكرني بمجد اجدادي.
بيبي برافو 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 بيبي حلوة قوي 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 انا ببقى طايره من الفرحه وانا معاك. ايه ده تموتيني يا طياره؟ انت بتعمل فيا ايه بالظبط؟ اطلي بقى اقول لك بتشرك قله ادب دي. بس انا بحبك برضه مجنون بحبك قوي قوي. اعتبر دي الشيمه؟ ها بهزر والله بهزر. يوه يا جميله قلت لك 100 مره يا جميله انا ما بعرفش افرق ما بين الهزار والجد. خلاص يا بيبي بقى بهزر معاك ما يبقاش دمك تقيل كده. خلاص زعلان مني؟ انا مش زعلان منك خالص. مش قلت لك تتمرد بطل ايه الكلام ده؟ هو ما خدتش بالي انت تسمعش الكلام ليه؟ وقتك وقتك ما خدتش بالي انها وقتك خلاص ماسكه عشان يبرد يبرد. ما تشغلش بالك لا انت شكلك شاغل بالك ابدا انا اقدر. لا لا انت تستهزئ بيه ده انت حبيبي يا برنس. لا انت بتستهزئ. ايه ده حازم بيه والله حبيبي. بص اه انت عارف لو سالت السؤال ده تاني انا هعمل فيك ايه؟ عارف طبعا وحافظ. يلا اجري سمع بعينك يلا. عايزين ايه؟ بهايم مش احنا اللي عايزين برنس اللي عايز. البرنس اه البرنس. هو في برنس تاني هنا غيري؟ لا امال ايه؟ ايه ده حازم الراجل ما يقصدش انت البرنس كبير. اه طالما انا البرنس الكبير البرنس بقى التاني ده المنتحل شخصيتي. عايز ايه؟ قالت لك مصلحه ايه؟ حته الجاتو حته الجاتو. يا ترى دوت بقى عارف نسبه الكريب شانتيه؟ بتقول يا برنس ايدك يا ما اوركش النفخه اللي انتوا فيها. الفكره في الخطفه. ها اخد لك منه معاد؟ لا سيبنا افكر شويه. يلا قوم اشرب انت واخوك الاورنج جوز بتاعك. يلا قوم. ما تشغلش بالك منكر. لا دي القطه دي قالت ادبها على الاخر وكمان مش ازازه واحده عزمان اصحابها والله لا اشوفها في الجفاف. التركيبه العجيبه دي القطه تستحم عندي؟ هي قطه هيركليز طلعت تطش ازاي؟ بس مش دي المشكله. الله عم ابراهيم يقول عليها بنت ناس وجايه تستحم ببيت عزاب. انا لازم اشهده لازم اشهده. عم ابراهيم يا عم صباح الخير يا بيبي. بيبي 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 فوق يا بيبي فوق. عم ابراهيم عم ابراهيم بدر انت ازاي؟ في ايه؟ في ايه؟ انت مين انت؟ انت هنا ازاي يا بيبي؟ انا جيت معاك انت بتعمل ليه كده؟ انا بعمل ليه كده؟ انا بعمل ليه كده؟ انا بعمل ليه كده طبعا عشان ما ينفعش تبقى هنا. انت جيت ازاي؟ ها يا بيبي انت نسيت ان انت طول الليل قعدت تتحايل عليا عشان اجي هنا؟ انا اه انت ونسيت كمان انت عملت ايه امبارح؟ لا لا ما تقوليش يا بيبي. هو شفتها في افلام عربي كتير وقعد خرج من الاوضه وانا عملت ليه كده؟ عملت ليه كده؟ على فكره انت بتعمل ليه كده؟ وكمان انا زعلانه منك. ازاي تقفل باب الشقه بالمفتاح وتدخل اوضتك وتقفل برضه بالمفتاح وتسيبني طول الليل في الصاله؟ انا ايوه انت. انت كش كش ما بيفتحش ليه؟ شش كلمش خالص كلمش ما تفتحيش بقى ببنت شفاه. فاهمه يعني ايه ببنت شفاه؟ عشان عم ابراهيم بره. انت فاهمه ولا لا؟ فاهمه. ايوه ايوه يا عم ابراهيم
هي جات لك تاني بنت الكلب دي؟ وعم ابراهيم يعرف انك هنا؟ ما اعرفش. عم ابراهيم هي ما تعرفش انك تعرف انها هنا. افتح بس يا استاذ سعيد. حاضر حاضر دقيقه واحده. انت رايح فين؟ رايح افتح. هتفتح له ازاي وانا بالشكل ده؟ طب انا اعمل ايه؟ راجل واقف بره. اوعدك يا استاذ سعيد المره دي هحطها لك في صفيحه الزباله واقفل لك عليها لحد ما يبان لها صاحب. طب انا موافقه يا بيبي بس بشرط واحد بس. بشرط واحد بس ان انا وانت نبقى في صفيحه زباله واحده عشان خاطري عشان خاطري. عم ابراهيم ينفع انا وهي نبقى في بس هو ما يقصدكيش خالص. هو يقصد حاجه تانية خالص. يقصد القطه. قطه؟ القطه. هو في قطه بتيجي هنا غيري؟ القطه التانية اللي بتقول نياو 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 نياو. والله والله بقول ايه يا عم ابراهيم؟ انت سامع حاجه كده؟ لا. طب كده؟ لا مش سامع. يبقى نزلت خلاص. خلاص هي نزلت من خباك المخرج المشفق الحمام شباك الحمام شباك. نزلت يا عم ابراهيم. انزل انت بقى شوفها من تحت اتلقاها. لا حول ولا قوة إلا بالله. القطة جننت الراجل. نزل نزل يلا خلاص. أنا نازلة بقى لحسن. أنت دمك تقيل النهاردة والنهار طلع وما ينفعش أروح غير في النور. سلام سلام سلام. طبعا ما ينفعش تروحي بالليل. صدقت يا عم إبراهيم كله القطط ولاد ناس. ما صدقكش ولا اي حد في الدنيا ممكن يصدقك. هو ده اللي حصل يا خالي. هو ده اللي حصل. اسمع يا ابني الست ما تديش نفسها لراجل الا اذا كانت مطمناله. وانت ما فيش واحده في الدنيا ممكن تطمن لك. بقولك قالت لي يا بيبي يعني الموضوع مطمن كانت جدا. يعني ايه يا بيبي؟ انا شرفت اصله بطولك ومعنه وخلي الجدع. بيبي هتوحشني مع انك كان دمك تقيل قوي النهارده. انا لو اعرف ان ده هيحصل له من التيتانوس كنت سعيد وازايز. انت متاكد ان هي اللي شفتها وهي بتاخد الجواب؟ اه طبعا متاكد. ايه يا سعيد؟ هي عضة الكلب يعني اصرف على معك؟ عضة الكلب اصرف. انزلي انزلي بدل ما اقرمك. انزلي. عاوز تقنعني ان بقالك 20 سنه مش عارف تشوفها ازاي ولما تيجي تقابلها تبقى هنا في الشقه جامي. جامي طب ايه رايك بقى عندك فيكي؟ هي جت هنا وقالت لي يا بيبي. هي مين؟ جميله بتاعت الصبح ولا جميله بتاعت بالليل؟ لا جميله بتاعت بالليل. يبقى اكيد حلم. حلم ازاي؟ ها ما انت كنت موجوده جنبي في العربيه ساعه ما هي خدت الجواب. اول ما اقول لك انها جت هنا تقولي لي حلم. صحيح قلتني. يبقى اكيد تهيؤات. تهيؤات ازاي يعني؟ سعيد انت لازم تعالج نفسك على الدكتور النفسي. بص على الحته اللي عندك دي. مصح الحته دي؟ لا دي. طب ايه رايك تقطعي التورته بنفسك؟ تعالي بقى تعالي هو عشان انت عايزه الضرب. انت عايزه الضرب كل شويه تقيس على فيه. ها كل شويه تقيس على فيه. طب دي ده انا هبهدلك بهدله. ما بعش يا فندم. صباح الخير يا سجاد. على فكره جميله الكارت ده فيه كل حاجه عند كل القاعه اللي فيها التمثال. الكارت ده هيبقى مسؤوليتك انت لوحدك يا جميل. يا رب يا فندم اطلع عند حسن ظنك. والجواب ده جميل. الجواب ده كمان برضه جميل. في دخولك المبنى ده سر جدا. اكيد يا فندم. الزحمه اللي هناك دي شيء بون يبانيات دنيا دنيا.
انت مش شايفاني بشرح ليهم يعني كده ولا لقيتوه مني الناس ينفع حضرتك كده؟ هما جنسيتهم ايه؟ ها؟ لا هما لا ما لهمش جنسيه. نعم؟ قصدي هما يعني هما في جزيره غرقت في المحيط فاحنا جبنا شويه منهم عشان يتفرجوا على زميلهم اللي غرقوا عندنا. طب ذكرت بتاعي لو احتجت اي حاجه تحت امرك. ها متشكر. ايه ده؟ انت جميله. انت جميله. انت حضرتك جميله. انت جميله خالص. عن اذنك. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. انا يعني انت عايز تفهمني انك بتحب واحده بقالك 20 سنه وفجاه شفتها اتنين، واحده تظهر لك الصبح والتانيه تظهر لك بالليل، والاتنين اسمهم جميله، والاتنين خدوا الجواب؟ غبي. اسمع يا بجم، كل واحد مننا جواه احلام ورغبات نفسه يحققها. ناس كتير ما بتقدرش تحقق الرغبات والاحلام دي نتيجه اي ظروف، ومن احلام والرغبات يعملوا ايه؟ يتخزنوا في العقل الباطن، عقلك الباطن اللي صور لك انها معاك في الشقه. انا موافقك. طب الكارت اللي اديتهوني جميله بتاعت الصبح في المتحف، الكارت ده اداه من ادوات اللي بيقنعك بيها العقل الباطن ويسيطر عليك. اطمن يا ابني. انا بطمن طول ما انت جنبي يا سيدي. انا حسبت لك بما لا يدع مجال للشك ان كل اللي في دماغك دي تهيؤات. مش ده مش عارف. انا متوتر ومرتبك خالص. انا مش عايزك تتوتر ولا ترتبك. انا عايزك تاخد نفس عميق جوه صدرك. حاضر. تحتفظ بيه جوه، ما تطلعوش، اكتمه خالص. حاضر. سيبه على كده. طه عادينا لغايه لما تنزل وتمشي ونمشي وراها. وحشتني. مش قلت لك تهيؤات؟ هات لي يا ابني دوب لنا بالم. الموضوع كبير. انت مالك ملزق شعرك كده ومذبول ومش على طبيعتك؟ ايه السبب؟ لا مفيش. بقول لك يا جميله، هو انت تعرفيني من امتى؟ مش فاهم. لا يعني انت خلاص كده عرفتيني. ها؟ عرفتيني. بس انت غريب قوي النهارده. تحب نرقص؟ لا نرقص ايه؟ لا ما نرقص، لا ما اعرفش اعمل زوم. جميله انهي لوك الحلو ده. لا رقصتها. لا بس كده يقلق يا سيدي. اللوك الجامد اللي انت عامله ده. والله ده لوك كويس جامد اخر حاجه. عظيم. متشكر. درينكا كمان. متشكر جدا. شكرا. ايه ده؟ مساء الخير. ايه ده؟ مساء النور. انت ليه عملت كده يا خيالي؟ ها؟ الخمره وبتقولها كده سهله؟ والله وازاي الخمره دي تجي لك في المكان المفضل اللي هما بيقولوا عليه؟
الراجل الطيب الامير ده. يعني انت عشان خاطرك بتعالجني تقوم عامل في نفسك كده ومبهدل نفسك البهدله دي كلها؟ ده انا اللي محتاج اتعالج. ها انت تتعالج ازاي؟ الله، انا مش انت دكتور، هو في دكتور بيعيا؟ انا عندي مشكله كبيره اللي هو انت، بس ما تقلقش. مش عارف عملت كده ازاي. بعدين في حاجات غريبة قوي بتحصل لي، ناس تعرفني وانا ما اعرفهمش، وناس بتقول لي ان انا عملتهم وانا ما عملتهمش. كنت جاي تعمل ايه في التلاجة يا ديدي؟ كنت جاي تعمل ايه في التلاجة يا ديدي؟ يا سعيد حاجة غريبة. هو انا كنت بعمل ايه في التلاجة؟ ما تيجي بقى يلا يا ستي، انت بتجيبي ايه من التلاجة؟ ما تيجي عشان خاطر تشوف الخلطة اللي انت عاملاها. كويسة؟ كويسة. الجبروت ده ترتيبة. المهم هنعمل ايه في الأكل اللي أنت عاملاه ده دلوقتي؟ أنت بتفكر في الأكل دلوقتي يا سعيد؟ أمال عايزين أفكر في إيه؟ فكر في المصيبة اللي أنت فيها. إيه هي المصيبة اللي أنت فيها؟ سعيد أنت لازم تصلح خيرك. طيب ماشي، نروح نصالحه. طب والطبيخ اللي أنت عاملاه ده ولا اللي مش عارف اللي أنت عاملاه هنعمل فيه هنرميه؟ ومين قالك إن أنا بعرف أطبخ؟ أنا ما بعرفش أطبخ يا سعيد. حبيبي البراءة دي والله انتي بريئة وجميلة. يعني انت ما تعرفيش تطبخي؟ يعني ما تعرفيش تطبخي؟ ها؟ ما تعرفيش تطبخي انتي؟ لو انت فعلا مش داري انك ربطتني في الكرسي تبقى مصيبة، لأنك ممكن تعمل حاجات كتير وانت لا حاسس ولا داري. تقصد يعني ان انا بنام وانا ماشي؟ اسمها تمشي وانت نايم. يعني في الحالتين بنام. ماشي خالص يعني. ما هي دي المشكلة انك تنام. بتهيألي كده يعني. يا ابني ما كل الناس بتنام، ما توجعش دماغي معاك. الله، ايه التركيبة دي؟ يعني مش هي دي المشكلة؟ بقول لك ايه يا سعيد، بلاش نسبق الأحداث. اركب اركب. أنا مش فاهم إيه لازمة المواصلة الزحمة دي؟ يعني كنا دخلنا في العربية على طول، ولا إيه استحداد المواصلات يعني؟ إيه ده؟ إيه ده بشري؟ بشري زينا؟ البشر هبلة بقى، وديني البرنس بسرعة على تاني مسخرة. زي ما قالوا لي عنك بالظبط. لما تعوز تقابلني بقابلني بالليل، والحركه اللي انت عملتها وبعت لي جوز التيران دول المره الجايه هبعتهم لك جثث.
عملية كبيرة محدش يعرف يقوم بيها غيرك. عملية؟ ومين الحيوان اللي قالك عليها يا دكتور؟ عندك حق، انت جراح مش دكتور، بس في مجالك. فعلا ايدين جراح. وايه المطلوب مني بالظبط؟ اكتشاف اثر جديد ومطلوب بره. والطلب الثاني؟ واحده متخصصه في ترميم الاثار. بقى عايزها مربعه ولا مشفيه؟ دي اللي هتغيرنا شكل التمثال. اسمها جميله، وخلي بالك من غيرها ما نقدرش ننقل التمثال لاي حته، يعني هي وبعدين الراس. بس كده الحيوان هيزعل. نيمو؟ توري؟ نيمو! It's all right, son. It's gonna be okay. كل ده لبن جايبه يا حيوان، تلاقيه مصاحب جاموسة مضيع فلوسه عليها. كرتون ايه ده؟ 100 مرة اقول له الحيوان ده ما يقفلش الزرار الأول. للأسف ده مش سعيد اللي انت تعرفيه، ده سعيد تاني خالص. سعيد عنده انفصام حاد في الشخصية. الموت فيه يا دكتور؟ والنبي قول لي عليه، هو يموت ولا ايه؟ سعيد اللي انت تعرفيه بريء ووديع، انما ده حازم الشرس اللي احنا بنطرده. فوقي بقى. ايه الغباوة دي؟ انت غلس قوي. انت الغبية، الغبية ولا ايه؟ خلاص طريق، خلاص خلاص. بحبك. العربية دي من ساعة ما نزلت من البيت وهي ماشية ورايا. بتعملي علاقات مع حد غيري ولا ايه؟ لا والله والله ما بخونك. الطريق الطريق. غلبتني قوي يا حبيبي. وانا ممكن اخونك يا حبيبي. خونيني خونيني بدل الفرهدة اللي احنا فيها دي.
لعيبه دي الوزه وزه ايه العجيبه ديدي احنا فين بالظبط؟ مش عارف تقريبا تحت بمركب وسط البحر مركب يا ريس يا ريس يا ريس خدي يا ديدي حاجه تدفيكي لا طب سامحيني يا ديدي انا مش عارف انا عملت كده ازاي لا طب سامحني انت يا خالي خد سامحني انا صدقني ما اعرفش انا عملت كده ازاي صدقني خد شوف الله دي حاجه حلوه قوي وايه البنات الحلوه اللي لابسه لبس العيد دي لا بس ده مش انا مين ده يا خالي يا ابني افهم حياتك في خطر اللي بيتحكم فيك واحد تاني خالص غيرك حازم اللي مش عاجبه حالك اللي انت عملته بسذاجتك وطبتك الزياده عن اللزوم طب ما تديني اي حاجه من اللي انت بتبلبعها دي عشان خاطر نوقفه عند حده ما ينفعش العلاج النفسي علاج سلوكي يعني انت يا سعيد لازم تغير من سلوكك ولا انت شايف ايه يا دكتور اسمع انا هبتدي معاك مرحله جديده من العلاج المرحله الجديده دي عشان تنجح لازم تساعد نفسك بنفسك بطل السذاجه اللي انت فيها دي واتعصب اتخانق كسر اعمل اي مشكله حاضر خليك ساخط من جواك على كل اللي حواليك حاضر خليك ساخط حاضر النهارده هنبتدي الخطوه الاولى في العلاج ازاي تحط نفسك في مكان ضيق قصدي في مشكله وتطلع منها بذكاء شايف قفا السواق المسلطح قدامك ده؟ ده كبير قوي ركز كويس وشوف انا هعمل ايه عشان هتعمل زي دي خالي هو ده مش رد فعل غريب شويه؟ ده مفيش رد فعل خالص حاول تاني لا انا اللي هبدا لا انا الاول انا الاول يا خلو لا انا بتعالج انا بقول لك انا الاول مين اللي ضربني بقى القفا ده باشا وانا اقول الكف ده مش غريب عليا براحتك يا باشا براحتك السكه لسه طويله براحتك يا باشا هو يعرفني ولا ايه؟ ايوه انا سعيد الحيوان اتنين في واحد اما اشوف ادي الكاميرات ولا شغلها صغطة خالص اما اشوف بقى اشوف استاذ حازم اللي بيقول لي عليه ده شكله عامل ازاي وبيطلع امتى حتة كمين الحمد لله يا سلام يا خالته يا سلام
ايه الشجاعه دي كلها؟ مش خايفه تسمعك؟ هو انت مش قلتي ان المنوم ده بينايب على طول؟ بهزر معاك يا سوسو. المواضيع دي ما فيهاش هزار ابدا. عارفه بقى من ساعه ما انت جيتي وعشت معانا هنا وانا مرتاحه على الاخر. اصل انا حاسه انها بتحبك قوي 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 وانك انت بتظبطيها كده من ورايا، واذا عملت حاجه كده ولا كده معانا الحل. مين؟ فين؟ يا فين؟ البس البس في عينك يا فين؟ راح فين يا حيوان؟ فين؟ جميلة 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 أمي جميلة. وكمان نايمة يا هانم وسايباني ملطوع تحت ليه؟ فاكرة نفسك مين؟ ده أنت حسابك تقيل أوي. قومي معايا. انت بتعمل ايه؟ ازاي تقتحم بيوت الناس بالشكل ده؟ ده انا هربيك. طيب تعالي. بقول لك ايه؟ سيب البيت. تدرك انت عملت ايه؟ ما اتولدش وامه ماتت. اللي يضرب حازم الكينج. اتولد اخد ميداليات. رحت معايا الشقاوة تانية يا ولاد اللي. انت؟ ايوه انا. مش انت اللي جيت لي المتحف؟ حيوان ماليش. تبقى هي. يبقى وريني بقى ياخدها ازاي. انت بتقول ايه؟ لا 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 ابدا ما بقولش حاجة. في الحقيقة انا اسف ان انا جيت متأخر قوي كده، بس في الحقيقة في موضوع بيني وبين جميلة يعني كان لازم نلاقي له حل بسرعة. موضوع ايه اللي يخليك تتهجم على بيوت الناس في انصاص الليالي؟ انا مش عارف انا عملت كده ازاي. بس ما تقلقيش، احنا كنا واخدين احتياطاتنا ولقينا في وسائل منع كتير. احتياطات وموانع؟ بنتي حامل. عموما احنا مش هينفع نتكلم دلوقتي هنا. ها احنا لازم نتقابل بكره الساعه 6 في المطعم اللي فوق كروبي. انا ما ينفعش اقابلك. لا ازاي، انتي لازم تقابليني عشان خاطر جميله. عن اذنك. أنا آسف إن أنا اتأخرت عليكي. أنا ما أقصدش صدقيني. ولا يهمك. هي تشربي إيه؟ ميرسي ولا حاجة. لا إزاي؟ اتنين بيرة ماشي؟ الظاهر إني غلطانة إني جيت قابلتك. لا لا أنا ما أقصدش أنت زعلتي، أنا بهزر معاكي. أنا بهزر معاكي عشان أداري الحزن اللي جوايا. صدقيني أنا جوايا حزن كبير، وبعدين أنا متوتر جدا ومش عارف أعمل إيه. أرجوكي ما تزعليش مني، أرجوكي ما تزعليش مني، أرجوكي عشان خاطري. خلاص ممكن نخش في الموضوع على طول؟ طبعا نخش في الموضوع. ممكن اعرف ايه اخر علاقتك بجميله بنت خالتي؟ جميله بنت خالتك ضحكت علي. جميله بنت خالتي انا ضحكت عليك؟ ايوه ضحكت عليا وخدعتني. خدعتك ازاي؟ ما قالتليش انها بقى بنت خاله زي القمر كده فظيعه فظيعه كده. وادك انت فعلا انسان مجنون، وجنانك ده بقى هتطلعه عليا. انت فاكر انك تقدر تضحك عليا زي ما ضحكت على جميله بنت خالتي؟
فوق يا استاذ واعرف انت بتتعامل مع مين. كفايه ارجوكي كفايه ارجوكي. اقعدي اقعدي عشان خاطري اقعدي. انا اصلا انا وجميله لازم نسيب بعض. انا جايبك النهارده عشان خاطر نحاول نوصل الخبر لجميله من غير ما نجرح مشاعرها. بس يعني انت ليه قررت تسيب جميله مره واحده؟ ده سؤال عظيم. لان انا وجميله كل الخطوط اللي بيننا متوازيه، يعني عامله كده، يعني مفيش حاجه عامله كده خالص، مفيش ولا خط واحد متقاطع. وفي سبب تاني. ايوه في سبب تاني. ايه هو؟ انت يا جميله. انا؟ ايوه انت. انا يا جميله اعرفك من زمان وبحاول اتقرب منك، بس كنت خايف. عشان كده بقى جيت لي المتحف. جميله انا بحبك بحبك بحبك. واضح انك انسان مش طبيعي بالمره. انت بجد مريض. انا كل مره بقابلك فيها كاني بقابل بني ادم تاني. بس انا عندي الدليل اللي يثبت لك ان انت اغلى حاجه في حياتي. دليل؟ ايوه هطلع لك الدليل عشان طلعهولك. طلع هطلعك. هنزلك الحمام اصل في اتنين هيولعوا بعض. الصور اللي معاك ديت عشان خاطر البنت هتستعوانا بره. بقول لك ايه، اولا ما تقولش عليها بنت، بعدين انا مش هديك حاجه عشان دي حاجتي. خد انت من ورايا ليه وتروح تدي على ولا خلاص بقى يا الله. تشغلش بالك انت، سيبني يا عيني. انا بجري على خمس عيال وابوهم بره يا وابوهم بره يا يا كابتن. لا يا حازم، لا لا مش هتاخدها، مش هتاخدها يا حازم، يا حازم مش هتاخدها يا حازم. جميلة دليل. ايه ده؟ ما تنسيش تحاسبي على الحاجات، اصل الحيوان ما بيسيبليش فلوس. بحب بحب. بوريني بقى يا عم سعيد. انت ايه اللي جابك يا بني ادم؟ انت اطلع بره. انت
تكلمني بالطريقه دي؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ لا انا قصدي يعني خديك انت بره الموضوع، انما ايه ده كده واحد فاهم بالهداوه. انا عايز اقول لك رساله توصلها له، ان اللي بيعمله انت وهو ده ما منوش اي فايده، وانا هفضل موجود. ده ما تعبيط، ما يعرفش يعمل اي حاجه. هو ده اللي منرفزني، قصدي هو ده اللي جابني. سعيد ده انسان غبي، ما ينفعش يعيش في الدنيا دي، يعني خلاص ما بقالوش مكان. حتى امله الوحيد انه يعيش في الدنيا دي البنت بتاعته، هاخدها منه انا وسعيد. ما تجمعناش دنيا واحده من هنا ورايح، يا انا يا هو. صغر يا حازم، حياتي دمرتها. ده انا كنت مستني اليوم اللي هقول فيه الجميله ان انا سعيد اللي بيحبها من ايام المدرسه. بس ماشي يا حازم، انا لازم اقول لجميل على كل حاجه. وبعدين انا ما كنتش متخيل في لحظه ان انا اقعد قدامك كده وابص في عينيك وامسك ايدك كده. اقول لك على سر، بس اسكتي. انت عارفه ان كان كل فتره كده في واحد بيحط لي الجواب في صندوق البوسطه بتاع العماره يقعد يحب فيكي فيه؟ ها انا بقى الواحد ده. بس انا للاسف يعني ما كنتش. الكلب بتاع العماره بتاعك كان صعب قوي. هو انت اللي كنت بتبعت الجولات؟ ايوه انا. انت مش مصدقاني. اديك اماره، انا بعت لك 151 جواب، كل جواب فيه 20 سطر وكل سطر فيه 19 كلمه، يعني المجموع كله 6249 كلمه. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد. اقول لك اماره ثانيه، انا كل ما كنت اكتب لك جواب كنت دايما بعمل لي نسخه واشيلها لنفسي عشان اقعد احب فيكي واقراها مع نفسي. انت فاكرني مين؟ انت جميلة صح؟ طيب استني، فاكرة يوم المدرسة بقى؟ هقول لك، فاكرة يوم المدرسة لما كنت تفتحي الشنطة تلاقي سندوتش حلاوة زيادة؟ أنا بقى اللي كنت بحط لك سندوتش الحلاوة ده. ليه؟ لأن أنا كنت دايماً بحب إن أنت تاكلي الحاجة اللي أنا بحب أكلها. لما كانت ميس ندوة بتاعت العرب تهدي بس محمد ده بيجي عشان خاطر سيداتي أنساتي سادتي، نحن اليوم أمام حدث كبير وهو اكتشاف تمثال أنوبيس. شكرا. We'll be right back.
فقد سير العمل في المتحف. ودخلت هنا ازاي؟ انت بتطاردني؟ اطلع بره لندهلك الامن. انت بتطردني من بيتكو. انا هنا في ملكيه عامه. وبعدين بيقولوا القمر ده شبهي، فقلت لو كده اخده. مش كفايه اللي انت عملته فيا؟ كمان حرامي؟ مستحيل اخليك تعمل اللي انت بتفكر فيه. انا ما بفكرش، انا بنفذ. ده انت حرامي محترف بقى. يعني وريني يا عم المحترف هتعمل ايه. ما تحبكيهاش بقى زي سعيد، اعتبريها تبادل ثقافي ما بين الشعوب، وانا واحد من سفر التبادل ده. اسمعيني يا جميله، انا بحبك، تعالي معايا. سعيد مش هينفعك. سعيد انت سكت ليه يا سعيد؟ ما انت اللي هتقدر تمنعه. اتفايا. خلاص خلاص يا جميله، سعيد ما ينفعش للزمن ده، ولا هيقدر يعمل حاجه. صدقيني يا جميلة، صدقيني أنا حازم، حازم اللي عايز يسعدك ويبدلك ورق جوابات سعيد لورق بنك نوت. حازم ده ملوش وجود في حياتي، وأنا اللي حبيته في حياتي كان سعيد من أيام المدرسة. يعني سعيد أنت بالسعيد؟ حازم ده اللي ملوش وجود، أنا اللي حبيته هو. سكت ليه يا سعيد؟ اتكلم. الهدف وصل. منطقة ايه؟ تقاطع 14 ألف. كبر في حازم بضعفك لغاية لما ضوافره كبرت، وأول ما ابتدى يخربش خربشك أنت. دكتور نعيم. نعم الله عليكي. هو ده المكان اللي تقطيه؟ محدش عرفنا فيه، أو بيبعتولنا دليفري أهو. حازم
انا عايزه اعترف لك بحاجه جامده. انت ما تعترفيش بحاجه خالص، انت سيبيني انا اعترف. انا عايز اقول لك ان انا في سر كبير قوي مخبيه عليكي. انا بحبك قوي، انا بحبك قوي قوي يا جميله. انا مش جميله، انا مش جميله اللي انت حبيتها من وانت صغير يا حازم، ولا انا اللي بعت لها 151 جواب. لكل جواب فيه 21 سطر، كل سطر فيه 20 19 كلمه، 19 كلمه، والمجموعة 6242. مش أنا، مش أنا جميلة. يا دي المصيبة، الواد اتنكس تاني. أمال أنت مين؟ أنا جميلة بنت خالتها. حازم أنا آسفة، أنا آسفة، بس أنا والله أنا حبيتك بجد. ما كانش ينفع أخدعك أكتر من كده. يبقى لازم اروح اعترف لها. مش هينفع يا حازم، مش هينفع. جميله من ساعه ما خرجت البيت وراحت المتحف وحصلت حادثه السرقه واحنا ما نعرفش حاجه عنها. شفت؟ شفت؟ يبقى مفيش غير، مفيش غير. اطلع اطلع. مين اطلع؟ مين مين اطلع؟ مين يا حازم؟ مين؟ اطلع اطلع. جه جه. مين؟ حازم. تعالى يا حازم تعالى. سيبيه سيبيه يمشي، عايز اتكلم معاكي. الحفله جاهزه والدعايه اتوزعت، مستنيين اوامر حضرتك. جهزوا العروسه ولبسوها احلى فستان فرح. جو حبيبي، العروسة جاهزة واحنا مستنيينك. انت انت اللي شديتها من بوقك وانا وقعت منك. انا ما اقصدش حاجه خالص. حازم ما تضربش يا حازم. حازم ما تمدش ايدك، انا ما حدش مد ايده عليا خالص، انت فاهم ولا لا؟ ما حدش مد ايده عليا. ها الله، ما تقعد بقى. كمون بيبي. حازم انت هتعمل ايه يا حازم؟ انت حزوق، انت كده. راكس راكس، اسمي الكريم ايه؟ سعيد. عاشت الاسامه يا سعيد. هو ايه اللي حصل؟ ما انا قلت لك هو خطفها وانا مش عارف هو وداها فين. انا ما تساله هو. اسال. السلام عليكم. السلام عليكم، اسمي الكريم ايه؟ حازم. استاذ حازم، يعني ينفع حازم يعني لمؤاخذة يعني تخطفها منه يعني؟ تدخلك انت يا الله. يلا يا يا عم، انت مش اللي قلت لي تساله؟ الله، ده انت بتدور على موتك بقى. الله، مالكش دعوة بيه، مالكش دعوة بيه خالص، خليك معايا انا. وبعدين لعلمك بقى انا بكرهك بكرهك. يا
تفهم انا خايف عليك. ما تخافش عليا عشان خاطري. انت لو بتخاف عليا ما كنتش رحت خدت جميله اللي انا بحبها واديت الجميله بتاعتك. ها الحل جواك انت يا سعيد، جوا سعيد الطيب، الطيبة محتاجة قوة تحميها. انت اللي لازم تدور على جميلة، اعرف منه هي فين. هتقولي جميلة فين؟ قولي جميلة فين؟